ويلكم هاتري كانرز. النهارده فيديو جبت لكم فيديو مقلب في ابن اختي الصغير. هو بالنسبه لاخويا علشان يعتبر متربي معايا فاعتبروه اخويا مش ابن اختي، تمام؟ فيديو النهارده من قيمه يومين امي عملت فيها مقلب وحوار للموبايل. اصلا اهو خدت الموبايل من اخويا، قلت له اعمل بيه مقلب في مين؟ في ابن اختي. الموبايل جبته من اخويا واحطه هنا تاني وهعمل مقلب في ابن اختي اللي انا جبت له موبايل جديد. ابن اختي كل شويه زي ما انا قلت لكم قبل كده، ابن اختي كل شويه عايز اعمل معاك فيديو، عايز اعمل معاك فيديو، عايز اعمل معاك فيديو، عايز اعمل معاك فيديو. فاول فيديو هعمله فيه ان انا اكني جبت له موبايل مقلب فيه. تخيلوا رد فعله ايه. لا ومش كده وبس، هحط له 1000 جنيه، تمام؟ هحط له 1000 جنيه. ابن اختي ده اصلا كلب فلوس، انا عارف. ما احط له ال 1000 جنيه ده والموبايل، يا لهوي ده الواد هيموت لما يعرف ان انا بعمل فيه مقلب، والله العظيم لا يموت انا عارف. خش دلوقتي اديله ده واقول له يا عزت انا جبت لك موبايل. عزت اقسم بالله انشكح انشكاح ما يتوصف. المهم عايز اقول لكم على حاجه، فيديو اللي امي عملته فيا وصل ل 44000 لايك في اقل من يومين. يعني فيديو وصل ل 44000 لايك في اقل من يومين، دي حاجه ما تتوصفش. فلو انتوا اقسم بالله وصلتوا الفيديو ده ل 50000 لايك ورحمه ابويا ورحمه ابويا، لا اعمل مقلب في امي تعبان. امي كده كده ما بتفتحش اليوتيوب، حتى لو فتحت اليوتيوب ما انا ادخل على اب تعبان بجد. وصلوا الفيديو ده ل 50000 لايك واكتبوا كومنتات حلوه لذيذه من اللي انتوا كتبتوها المره اللي فاتت، بجد اقسم بالله كومنتات مريحه نفسيا. يعني انا بدخل على الكومنتات في راحه نفسيه كده. ادخل دلوقتي على ابن اختي اقول له انا جبت لك موبايل جديد يا عز. هو معهوش موبايل اصلا. استنى عايز اثبت الموبايل بقى باحتراف. بصوا يا جدعان دلوقتي دي الاوضه بتاعتي الحقيره، تمام؟ فهخلي عزه تيجي هنا الاوضه علشان عزه اللي انا عارف بصور في الاوضه هناك. فهخلي عزه تيجي الاوضه هنا واقول له تعالى العب على اللابتوب وبعد كده هبدا الشغل، تمام؟ ودي بتقع ولا ايه يا حبيبي؟ عزه عزه العب عليه وهديك 5 جنيه. هديك 5 جنيه. 5 جنيه حبيبي يا سلساجي. عزت يا اسطى جبت لك هديه فاجره. انا جبت لك هديه انت هتحبها. في ايدي ورا. ورا؟ اه استنى احطها في البنطلون واحط ايدك انت جايبها من البنطلون. يا ريدي جبت لك هديه. اكيد دي 5 جنيه. دي 5 جنيه؟ ايوه. دي 5 جنيه؟ ايوه عارفه. يا انت انا اديك 5 جنيه انت عيل حقير مالكش عزا ولا لازمه. انا ليه؟ عملت ايه؟ عزة ادي لك موبايل. بتتكلم بجد؟ ها؟ بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ بتهزر اكيد صح؟ جبت لك والله موبايل بجد. بجد؟ بجد انت بتهزر اكيد. انا محوراتي؟ اه انا محوراتي؟ اه يا والله جبت لك موبايل ده بجد؟ ب 6000 جنيه. اديهولي. لا مش هديهولك. انا مين خاله؟ محمود. مين حبيبك؟ محمود. مين اخوك؟ محمود. مين كل حاجه في الدنيا؟ محمود. مين بابا؟ محمود. مين ماما؟ محمود. لا ماما. لا محمود هو اللي جاب لك الموبايل، يبقى مين ماما؟ ماما. محمود. انا كل حاجه. قلت لك موبايل يا صاحبي. واو موبايل جميل. خلاص خلاص حبيبي. خلاص قلت لك موبايل. واو اسمع الكلام. ماشي. الحاجه اللي انا اقولها لك تجيبها لي. ماشي. اي حاجه اطلبها لك ايه؟ اجيبها لك. اي حاجه ايه؟ اجيبها لك. ايه؟ ما تديهوش لحد. ماشي. مش اي حد يقول لك هاتوا تديهوله. ماشي. ويقول لك تعالى نتصور بيه ما تديهولوش. ومشغلهولك كمان. محمل لك عليها العاب. ايه حبيبي ايه حبيبي؟ الله يزيد الدنيا. الله يزيد الدنيا. يلا ظبط يلا دخل. استنى. دخل اللعبة. ايه؟ نام. استنى. في هدية تاني. ايه؟ هدية تاني حاجة أنت بتحبها أوي يا عزة. أنا كده. ايه؟ مش بتصدق. 1000 جنيه يا عزة.
مبروك كسبت 1000 جنيه يا عزك عشان بتنزل تجيب لي حاجه. 1000 جنيه 1000 جنيه 1000 جنيه يا عزك 1000 جنيه يا لم. ايوه لم كده لم لم كده بقى معاك كام؟ 900 جنيه 1000 جنيه يا اسطى. العب 1000 جنيه العب ماشي. بقى معاك 1000 جنيه وايه؟ معاك كده 7000 جنيه ماشي. العب ومعايا فلوس حبيبي. ايوه حبيبي حبيبي قوي. لا حضن حضن استنى انت كده انت بتغتصب واحده في الشارع. حضن حضن اخوه مش حضنه كده بتحضن بنت حبيبي. ايوه كده شكرا. ايوه طلع 4000 جنيه حرام عليك. انتوا منين؟ انتوا منين؟ حرامي انا حرامي شغال بعد ماشي. انت عايز تجرب الموبايل تجربه؟ اه حبيبي. يلا 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 انا عايز اشغل لعبه. خد ال 1000 جنيه تخلي بالك منهم ماشي تمام. ال 1000 جنيه تخلي بالك ايه منهم ولع. بتحبني يا اسطى؟ اه. مين خاله دلوقتي؟ محمود. مين حبيبك؟ محمود. محمود كان بيعمل فيك ملعب عز الموبايل ده بتاع عمرو. لا لا الموبايل وال 1000 جنيه دي بتاعتي. انت عبيط. لا انت عبيط ولا ايه؟ الموبايل ده الموبايل ده ما تمدش ايدك يا مد براحتي. ما تمدش ايدك انت بتعيط؟ ما تمدش ايدك انت ضرب حبايا. انت ضرب دمكو. مين اخوك دلوقتي؟ مش انت اخويا؟ مش انت يا ابني انت نزل دمعه ما بتنزلش. تعيط من غير دمعه يا خلاص اتهد. اه بص خلاص قلت خلاص يا قلت خلاص بقى. ده انت عيل بارد ابو اللي يهزر معاك. ما خلاص يا مين خاله مش انا. ايه يا خلاص بقى مفيش فلوس ولا موبايل. والله مفيش فلوس ولا موبايل. لا مفيش. لا حاسب العلبه. لا معايا اسمهم. لا مفيش. لا هاخدهم دلوقتي. هم لحد العلبه. اه لا مفيش حاجه. لا انا عايزه. عايز ايه؟ عايز الموبايل. عايزه. اه يا ابني يا الموبايل بيعيط عليك. بيعيط. بص بيعيط ازاي؟ بيعيط بس مش بينزل دموع. يا خلاص يا خلاص. انت كنت عايز تعمل فيديو؟ خلاص انت شربت مقلب خليتك تعمل فيديو وخليت منظرك وحش قدام الناس. لا عزك لا اعمل بيك مقلب في الشارع لا خليك تندم على اليوم اللي انت عرفتني فيه. خلاص بقى اعمل لايك وسبسكرايب وشغل الجرس على القناه واعمل شير على الفيديو. اعمل الفيديو ده في كل مكان شاره في كل مكان وانزل اكتب كومنت تحت لطيف خفيف ظريف علشان بعمل قلوب على الكومنتات. وقبل ما ننهي الفيديو وصلوا ل 30000 لايك في لو وصل ل 30000 لايك في يوم انا هعمل مقلب في عزت هندمه على اليوم اللي هو عرفني فيه. لو وصل 50000 لايك في يوم هعمل مقلب في امي هخليها. انا قلت لكم في الاول هعمل ايه المقلب. ف...
فقشطه قبل ما انهي الفيديو والان احتاج الى اعداء. صحيح انت مسامحني؟ مسامحني؟ لا لا. قال طب مين خاله؟ مين خاله؟ مين حبيبك؟ مش انت. مين امك؟ مش انت. مين ابوك؟ مش انت. يعني انت بالفلوس؟ لا بس انت مش انت. ايه اللي انت مش انت؟ انت بالفلوس؟ لا حرام عليك. حرام عليا ليه؟ انت مش شايف عملت ايه؟ كمان مش شايف؟ يا جدعان والان نحتاج الى اعداء جهد واسمحوا من المعقبين. او ويلكم هاتلي كانرز.